يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، واليوم راح نقرا تعليقاتكم عن مسلسل The Walking Dead. للامانه وصلتني تعليقات كثيره، ولكن اضطريت استبعد جزء كبير منها لانه بعض التعليقات تحتوي على حرق الاحداث، واحنا يعني مو حابين نحرق على احد بقد ما اننا حابين نعطي الناس انطباع عن المسلسل بحيث يقرروا هم على ضوء يتابعوه او ما يتابعوا. فالمره الجايه يا جماعه الخير حاولوا انه تكتبوا تعليق ما في حرق، واذكروا ايجابيات سلبيات المسلسل، ولكن حاولوا انكم ما تحرقوا او تكتبوا اشياء قد تحتوي على حرق. فعشان لا يطول الفيديو خلونا نبدا في قراءه تعليقاتكم عن مسلسل The Walking Dead. اوكي، التعليق الاول يقول: المسلسل الوحيد اللي مستحيل اتابعه وبس. ما يعني بس هذا اللي طلع معك. اللي بعد يقول: مسلسل عظيم بس يبغاله صبر وترويق، من الجزء الاول لين الثامن كل جزء يصير احلى، بس بعد الثامن اتفرج شباب البومب احسن، لكن من احلى المسلسلات اللي شفتها ويستاهل المتابعة. اللي بعد يقول: رهيب بس وحماس بس، احس تكتفي منه من الموسم السادس، بعده حسيت خلاص مالي خلق. يعني الى الان ردود افعال مختلفة تجاه المواسم. اللي بعد يقول: مسلسل رهيب متميز بشخصياته واجواءه الفخمة، مع اشرار بدل ما تكرههم تحبهم. جميل. اللي بعد يقول: والله المسلسل اول المواسم من اعظم ما رايت. يا ليتك حددت كم المواسم، يعني الاوائل كم الاوائل، ممكن يكونوا الاثنين او الثلاثه او العشره الاولى، ما حد داري. اللي بعد يقول: مسلسل عظيم، اول اربع اجزاء كانت اسطوريه، بعدين هبط المستوى وبدايه ظهور نيجن المسلسل بدا يرجع زي قبل، بعدين هبط ورجع مستوى في الجزء الاخير، وبناء الشخصيات شيء مره قوي من اكبرهم الى اصغرهم. جميل. اللي بعد يقول: مرحبا يا الوجيه، انا والله ما شفته، لكن من كلام الناس انه الى الموسم الرابع المسلسل اسطوري، الباقي يعلم الله. محبك محمد بن راشد. يا هلا والله يا محمد. اللي بعد يقول: مسلسل اسطوري بمعنى الكلمه، بس المشكله احس انهم مطولين الاجزاء شوي. المسلسل في البدايه كان ادمان لدرجه انه كل يومين اخلص موسم، لكن مع الحلب المسلسل طاح مستوى. والله ذكرتني في البدايات، فعلا اول ما بدات اتابع مسلسل The Walking Dead كنت احرق حرق حماس غير طبيعي، حتى ما افتكر ايش الموسم اللي وقفت عنده وانتهى المسلسل وجلست انتظر، كنت انتظر متى ينزل الموسم الجاي على احر من الجمر. فعلا كانت الاحداث تخليك تتحمس وتنتظر الشيء القادم. اللي بعد يقول: مسلسل عظيم، وخصوصا نهايه الموسم الخامس، بدايه شخصيه عظيمه اللي هي نيجن، مع انها تعتبر شريره لكن والله ما انساها. اللي بعد يقول: مسلسل جميل يعيشك جو رهيب، الناس تقول تمطيط بعد الموسم الخامس لكثره الحوارات والمستوى حق المسلسل طاح، لكنهم رجعوا من السيزون السابع ومكملين باحداث رهيبه وسيناريوهات جميله، واللي يحب الشخصيات القياديه بيحب المسلسل. معلومه مهمه، بناء الشخصيات شيء رهيب مره بهالمسلسل. على العموم اذا ما عندك شيء تتابعه ابدا فيه، واهم شيء تكون محب للزومبي والعالم حقهم. اللي بعد يقول: مسلسل دراما اثاره رعب بعض الاحيان، رغم انه يتحدث عن الزومبي. يا سلام، هذا هو التعليق اللي اقصده، رغم انه يتحدث عن الزومبي، لكن الفكره هو تشوف الناس كيف نهايه العالم، كيف يبحثون عن مأوى وعن طعام، وكل واحد يحاول النجاة بأي وسيلة. لو أبدأ أتحدث ما أكمل، أنصحك به جدا وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. أمين من الجزائر. يا هلا والله يا أمين. تعليق أمين جدا مهم يا جماعة، فعلا المسلسل ما هو مركز على الزومبي، الزومبي قضية بس ما هي يعني الفكرة الأساسية، يعني الزومبي مهمش في المسلسل، لكن الفكرة فكرة سيرفايف، كيف تنجو من نهاية العالم، هذه فكرة المسلسل. لا أحد يتوقع أنه زومبي طول في المسلسل، لا، الزومبي موجودين ولكنهم شيء فرعي ما هو أساسي. اللي بعد يقول: مسلسل عظيم وفي مواسم سيئة، لكن الشخصيات وتطورهم في المسلسل جدا جميلة وتعيشك جو، وطريقة التصوير رهيبة، أنصحك بالمشاهدة إذا كنت تبغى شيء طويل ودموي، وأقيمه 8/10. اللي بعد يقول: من قاصرها للخامس واسحب عليه. اوكي. اللي بعد يقول: اوكي ما ادري من فين ابدا، بس ذا المسلسل حرفيا عظيم ومو ماخذ حقه. هو صحيح في ناس تركوه عشان جات فتره ركود في الاحداث، بس برضو يستحق الدعم. اللي بعد يقول: المسلسل عظيم عظيم عظيم، بس مشكلته انه مره طويل. قلت لكم الطول ما هو مشكله، في ناس بالعكس ما عندها مشكله انه المسلسل يستمر الى 15 20 جزء طالما انه محافظ على مستوى. اوكي. اللي بعد يقول: من اعظم المسلسلات في التاريخ، ممتع من اول حلقه لاخر حلقه، انصح به لمحبين افلام ومسلسلات السرفايفل. اللي بعد يقول: يا اخي المسلسل تمطيط وتطفش بسرعه من المسلسل. اللي بعد يقول: جميل في البدايه بعدين خربوا ام المسلسل. اللي بعد يقول: مسلسل ممتاز بالمجمل، بس اذا تبي تفصيل المسلسل مستواه مو ثابت، بس اقدر اقول لك انه راح يكون هو مع مسلسلاته المشتقه قصه عظيمه، راح يكون هو مع مسلسلاته مشتقة قصة عظيمة، اتوقع كذا يقصد. اوكي، هذا اخر تعليق بناخذه ونشوف بعدها رايكم عن المسلسل في التعليقات هنا اذا حابين. يعني يقول: The Walking Dead مسلسل حلو، تابعته زمان لكن ما كملته بسبب انه طويل مره، لكن مخطط ارجع اكمله. صح انه المسلسل فيه تمطيط كثير ووصل لمراحل اصبحت فيه بعض المواسم مملة
وما لها داعي، إلا أنه قدر يستعيد بريقه وإحقاقا للحق عنده نوع من الاستمرارية، مع أنه وصل للموسم العاشر لكن لا زال يجيب تقييم جيد في آخر موسم، ولولا التمطيط كان بيكون شيء أعظم من كذا بكثير، وأشوفه أفضل مسلسل عن الزومبي. محمد أسعد، والله نعم يا محمد أسعد. هذا كان آخر تعليق عن مسلسل The Walking Dead. تقريبا الآراء يعني ما هي ثابتة، كل شخص تقريبا له رأي مختلف عن المسلسل. في ناس قالوا أن المسلسل رهيب إلى الموسم الخامس، في ناس قالوا أنه رهيب إلى السادس، في ناس قالوا إلى الثامن، في ناس قالوا إلى آخر موسم ما زال مستمر ومبسوطين عليه. المسلسل يعني نقدر نقول أنه يعتمد على ذائقتك الفنية أو ذائقتك شخصيا. وبس والله إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسى تضغط لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، واي أكشن ممكن تسووه تحت الفيديو خذ راحتكم. وبس والله كان معكم الوجيه، في أمان الله.